صباح الخير. صباح صباح النور. النور. كلهم فاقوا؟ ايه فاقوا ديما، خانوا ونازلين بعد شوي. حدا بيعرف شي وينو عمران؟ رجع بالليل؟ نحن اليوم ما شفنا. شو ما نام بالأوضة يعني؟ لو بالأوضة ليش لأسألكن؟ لا تسألي أسئلة سخيفة غصون. كان عنده اجتماع مبارح، سألتك لحتى أعرف إذا إجا متأخر وما انتبهت عليه. نحن ما شفنا ديما خانم، إذا بتحبي بطلع بشوف لك يا. ما في داعي. شو هدول؟ السمسار زكي بيك كان عنا، عمران بيك كان عم يدور على بيت وهو ترك هالوراق. خالتي أسيل اسمعيني، إذا عمران بيك ما بيطلق هالمرة ما بيكون اسمي غصون. بكرة بذكرك. خلص غصون، ما بتعرفي كيف ممكن تسمعنا؟ فجأة بتلاقيها واقفة وعم تسمع حكينا، مو ناقصنا مشاكل بعدين بنحكي بالموضوع. بكرة بتقولي غصون قالت. شكراً. الظاهر يعقوب عنده شغل مهم بالشركة، ولا ما كان بيروح الفطور علي؟ ايه مشغول، بده يخلص شغل لأنه المسا عيد زواجنا، وحاجز لي بأفخم مطعم بالبلد، طلع من بكير لحتى يخلص شغله ويفضالي المسا. صباح الخير، صحتين وهنا جميعاً. صباح النور. لا ابني، أنا كنت مفكرتك ببيت الرشادية ورح تنام عندن. ببيت الرشادية؟ وليش لينام هنيك يا أمي؟ رفيف بدها مين يدير باله عليها ويحميها يا بنتي، بعدين يلي اسمه محمود ممكن يلاحقن، لهيك لازم يضل رجال جنبها ويحميها. كل حراس الشركة وظفتون ليحرسوا رفيف أمي، كرم شو بده يعملها؟ بنتي الحراس كل شغلتهم هنيك يدققوا بالناس الرايحين والجايين، البنت المسكينة أخذت أختها وأمها معها وتركت القصر. وبصراحة أنا حسيت بالذنب وقلت لازم حدا من العيلة يكون جنبهن ويدير باله عليهن ويحميهن ويشوف طلباتهن. الجماعة مالهن حدا غيرنا وهذا واجب. أنتي لا تقلقي أبداً تيتي، أنا مهتم برفيف وأهلها وكل طلباتهن عم نفذها. زياد بيك شوف كيف مرت الأيام، كرم كان قد الكف وهلأ صار رجال وبيدير باله على غيره. ما شاء الله ما شاء الله. كونك عم تحكي بهالطريقة ارتحت شوي. زواجنا للأسف ما نجح، يعني انتهى. لو شو ما عملنا لقدام ما فينا نصلحه. على حالك ديما، يلا تعي عدي هون شوي لنحكي. تعي. مو قدرانة بنوم، شلون بدك يعني اقعد واحكي وعمران تاركني؟ بنتي
شو رح تستفيدي بهي الطريقة غير إنك رح تأذي حالك؟ لازم تصبر شوي. خلاص ما عاد في عندك حل تاني. وين سمعتي إنه كل شي نحل هيك من حاله بيوم وليلة؟ ليكي إذا عملتي هيك ابني عمران رح يطلعك من قلبه من هون لآخر العمر. مش الحال، مو شايفة يعني. خلاص شو صار لك هلأ؟ اسمعي كلمتي بقى، اهدي وفهميني بنتي. ليكي بكرة بتشوفي شلون كل أمورك رح تنحل بسرعة. روحي ادعي كل شي يتصلح نعمة خانم، وإلا عيلتك كمان رح تتدمر مع زواجي، وأنا صبري بلش يخلص لتكوني بالصورة. عزوم برأيك شو صاير هون؟ أنا ما قلت لك عمران بيك أكيد رح يطلقها. غصون شو صار لك جناتي؟ لك هلأ المخلوقة بتفوت وبتسمعك. خلينا نضبضب قبل ما تنزل على راسنا شي مصيبة. خير إن شاء الله. شو اللي صاير هون؟ نوال خانم هاد أنتي؟ والله فكرتك حدا تاني. تركيني هلأ من هلعي وجاوبيني على سؤالي شو صاير هون؟ ديما خانم شكلها تضايقت من شي فكسرت لترتاح، وهلأ قاعدة بالصالون عم تشرب قهوة. لك شو عملتي؟ تقولي المخلوقة رفيقتك حكيتي لها كل شي من الأول للأخير؟ وهذا الصح طبعاً، كأنه ناقصنا مجانين البنت من جهة والأم من جهة، بدي إخلاقهم مبتوقع غير براسنا. خلصنا بقى، خلينا نكمل شغل، نطفي وبلا لعي. يلا يلا بسرعة. كل شي أنا بقوله بتسمعي بس بتعملي عكسه. صباح الخيرات. لا تتمقلسي واسمعيني منيح. أمي أنا هلأ ماني رايقة لنصايحك، تركيني بحالي ولا تتدخلي. طول ما أنك عم تسمعي كلمة نعمة رح تتعذبي، ومن هلأ بلشتي تعصبي وتتوتري، شوي شوي بدها تحاول إنه تخرب لك حياتك. لا تخافي أمي، أنا ما عاد رد على حدا. نعمة خانم وإنتي احكوا شو ما بدكن، أنا رح حل كل مشاكلي بإيدي ولا عاد حدا يتدخل. لحظة ديما، ديما بنتي اصحي بتعملي شي تندمي عليه. ديما لوين رايحة؟ رايحة حل مشاكلي أمي،